شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وخلال كلمته نقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للخريجين، مشيرا إلى دور الأكاديمية في الإعداد والتأهيل رفيع المستوى للعسكريين المصريين والوافدين وكذا الدارسين من أجهزة ومؤسسات الدولة بما يمكنهم من الوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم الوطنية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرار الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال القائم بأعمال مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كلمة أشار خلالها إلى دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية وصولاً لمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية لمواكبة التطور المتلاحق في العلوم العسكرية والاستراتيجية بما يضاهي كبرى الأكاديميات العالمية المناظرة. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، وقدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية للقائد العام للقوات المسلحة. أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرر منح الدرجات العلمية وتكريم أوائل الدورات الدراسية. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة داخل الأكاديمية. وفي نهاية المراسم ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، مشيرا إلى دور الأكاديمية في الإعداد والتأهيل رفيع المستوى للعسكريين المصريين والوافدين وكذا الدارسين من أجهزة ومؤسسات الدولة بما يمكنهم من الوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم الوطنية وتولي الوظائف القيادية المختلفة، مقدما التهنئة للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة متمنيا لهم التوفيق في خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة التي تجمعنا بها علاقات مميزة من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.